أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية أن الشباب البحريني يلعب دوراً محورياً في تعزيز مسارات التنمية الشاملة بمملكة البحرين وذلك بفضل الرؤية الملكية لجلالة الملك المعظم والدعم الحثيث من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يسهم في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء الوطن من خلال توفير الإمكانات المادية والعلمية والتدريبية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم ومواكبة الأساليب المستحدثة جاء ذلك لدى لقاء سعادة الوزير منتسبي الدفعة السادسة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب من جانبها كانت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الشباب هم محور عمليات التطوير في مختلف المجالات مشيرة إلى أن البرنامج يقدم لمنتسبيه أفضل العلوم الإدارية والقيادية على يد نخبة من الممارسين والمدربين في مجال الإدارة لإضافة إلى منحهم فرصة التحاور مع القيادات الوطنية والتعرف على خبراتها وتجاربها في القطاعين العام والخاص بما يؤهلهم مستقبلا للخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة تسهم في الارتقاء بمملكة البحرين على الصعود كافة أنا في برنامج هايبو انضميت معهم وكانوا جدا مهتمين من خلال أنهم شلون يسقلون شخصيات الشابة في أنهم يخلوهم يلتقون بالقيادات البحرينية ويسقلون شخصيتهم ويلهمونهم بقصصهم قصص نجاحهم وأفكارهم حابة أول شيء أشكر هايبو وجميع المقدمين والمنظمين على إتاحة هاي الفرصة لنا للمشاركة في البرنامج ولقاءات القيادات المبهرة في البحرين وعلى إتاحة لنا الفرصة للقاء معاهم والاستماع على خبراتهم والحوارات والنقاش معهم فريق خيب أتاحنا الفرصة للقاءات العديدة مع مع القيادات الوطنية لصقل المهارات الشباب البحريني وتطوير مهاراتهم